ما تابعنا زينب بتقريرنا السابق، اليوم الرابع من أيار هو اليوم العالمي للمرور ويوم رجال الإطفاء العالمي. أكيد كل التحية والمعايدة لهم بمواقع عملهم اللي أكيد ما بيتوقف على مدار اليوم وحتى بالعطل والأعياد. يا زينب أكيد سالي، ضمن صباحنا لليوم رح نحكي ونفرض مساحة للحديث عن يوم المرور العالمي، أهميته والتوعية بالسلامة المرورية وغيرها من المواضيع اللي نطرحها على العميد جهاد السعدي، معاون مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية. يسعد صباحك، كل عام وأنت بخير. أنت بخير صباح النور. يسعد صباحك. يسعد صباحك، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. يعني نحن دائما جهود واضحه كانت تكون عم نحكي تحت الهواء، رجال المرور ورجال قوى الامن الداخلي اكيد كافه كانوا على صيفا وشتاء ليلا ونهارا، ما في عطل عندهم، كانوا على اتم الاستعداد اكيد لحمايه المواطنين، لضمان سلامه المواطنين وايضا السير. خلينا نحكي عن اهميه يوم المرور العالمي. تنبع أهمية أو تشارك سوريا العالم الاحتفال بيوم المرور العالمي الذي يصادف الرابع من أيار من كل عام. شعار هذا العام الذي أخذته وزارة الداخلية هو وعيك أمانك. هذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1969 في مؤتمر جنيف، وتم تبني هذا اليوم عربيا عام 1972 في الجامعة العربية، وعام 1981 تم تبني أيضا أسبوع المرور العربي الذي يمتد من الرابع وحتى العاشر من أيار. هذا اليوم طبعا يعتبر مناسبة عالمية لتذكير الناس طبعا بقواعد وثقافة المرور والإرشاد المروري، وأيضا لتكريم القائمين على هذا المرفق وعلى رأسهم طبعا رجال الأمن والأمان وهم رجال المرور. لكن هذا العام تتميز الاحتفالات طبعا في ظل هذا الوباء المنتشر وفي ظل هذه الجائحة، تتميز الاحتفالات طبعا بالاقتضاب والاختصار جدا. فصدر طبعا تعميم عن السيد وزير الداخلية ينص على اقتضاب واختصار هذه الاحتفالات حماية طبعا للسلامة العامة وتنفيذا طبعا لقرارات الفريق الحردي لهذا الوباء. تأتي هذه الاحتفالات طبعا بهذا الاختصار لعدة أسباب طبعا كما أسلفت، لكن ما يهمني ما معنى يوم المرور العالمي وما أهمية مرفق المرور، ولماذا هذا الاحتفال العالمي بهذا المرفق، ولماذا هذا العيد، ولماذا هذه المنظمة الدولية التي جعلت من هذا اليوم عالميا ويوما فعلا يمتد على مستوى العالم، حيث أن قانون المرور يعتبر قانونا دوليا عالميا. فالشاخصة المرورية التي ترينها في دمشق، شاخصة المرور الممنوع أو ممنوع الوقوف، هي تكون في أي دولة من دول العالم. صحيح. لذلك تنبع أهمية هذا المرفق المروري كونه حسب رأي المنظمة الدولية والخبراء والدراسات كونه يعتبر أحد الدعامات الأساسية في تطور المجتمع وتقدمه وازدهاره. وقالت المنظمة الدولية عنه أنه مقياس لحضارة المجتمعات وتطور هذه المجتمعات. لكن في الطرف الآخر، هذا من جانب، لكن من جانب آخر سوء استخدام هذا المرفق المروري الذي يعتبر شريان الحياتين الاقتصادي والاجتماعي في كل أرجاء العالم، سوء استخدام هذا المرفق يشكل نزيفا ماديا وبشريا وهدرا لكل الطاقات والإمكانات لا مبرر لهما إلا الرعونة والطيش والاستهتار بقواعد المرور. نحن يمكن سيادة العميد كمان على مفهوم السلامة المرورية والوعي كمان. نحن أمام متناقضين، هذا التطور والتقدم، وبالطرف الآخر يخسر العالم سنويا وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من مليون شخص، وأيضا يخسر العالم ما يقارب 50 مليون شخص في إصابات جسدية قد تنتهي لإعاقة دائمة. سوريا جزء من هذا العالم. لدينا إحصائيات في عام 2019 لدينا 7965 حادث في القطاع العربي السوري راح ضحيته 459 شخص. أيضا في الربع الأول من عام 2020 لدينا خسائر ولدينا حوادث ما يقارب 2000 حادث ولدينا 115 ضحية. هذا يقودنا طبعا إلى موضوع السلامة المرورية. خلينا نحكي عن السلامة المرورية كمفهوم والوعي المروري. يمكن هلأ بهي الفترة تقريبا شهر وشوي رح نوصل للشهرين، خفت كتير من الحوادث بسبب أوقات الحظر وتنظيم، يمكن وخفت كمان يمكن العجقة،
هذا الشيء كمان بيساهم في تخفيف الحوادث تماما. طبعا ما يهمنا في هذا الحديث وما يهم العالم أجمع هو كيفية التخفيف من الحوادث المرورية، وبالتالي طبعا كيفية تخفيف الإصابات الجسدية والمادية طبعا والبشرية. هذا طبعا أصبح هاجس كل حكومات العالم، كيف نبحث عن الحل، ما هو الحل، أين يمكن أن نجد الحل. الحل طبعا هو في الإنسان، الإنسان هو أساس العمليات المرورية. السلامة المرورية طبعا بالمفهوم أو بالتعريف الأكاديمي هي الوقاية والحد من الحوادث المرورية، ضمانا لسلامة الإنسان وممتلكاته وحفاظا على أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، فالمرور عملية اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا. السلامة المرورية طبعا لها عناصر ثلاث، ومفهوم المنظومة المرورية عناصر ثلاث تتلخص في الإنسان. أهم عنصر في السلامة المرورية هو الإنسان، هو العنصر العاقل الفاعل في المعادلة المرورية، فهو مهندس الطريق، وهو صانع المركبة، وهو قائد المركبة، وهو من يركب المركبة، وهو من يستخدم الرصيف والطريق إن كان ماشيا. تقول الدراسات العالمية يقع على عاتق الإنسان ما نسبته 85% من نسبة الحوادث المرورية. أيضا العنصر الثاني هو المركبة التي طبعا بأعطالها المفاجئة تتحمل ما نسبته 5% فقط. أيضا العنصر الثالث من مفهوم السلامة المرورية هو الطريق، ويتحمل ما نسبته بحالته الفنية يتحمل ما نسبته 10%. إذن هنا نأتي إلى موضوع أسباب الحوادث المرورية. ما قلنا أن الإنسان هو العنصر الأساسي الفاعل في العملية المرورية، لذلك يقع عليه العبء والحمل الأكثر في ذلك. وهنا يجب أن ندرج طبعا ما هي أسباب الحوادث المرورية، ما هي الأغلاط، ما هي الأخطاء، ما هي المخالفات الهامة التي يرتكبها الإنسان. نتحدث عن الجمهورية العربية السورية. أولا السرعة الزائدة تشكل ما نسبته 44% من نسبة الحوادث المرورية وفق إحصائيات طبعا إدارة المرور. هناك أيضا تجاوز الإشارة الضوئية وتناول المسكرات واستخدام الهاتف النقال، وهذه المخالفة طبعا نلحظها أنها شائعة وخاصة بين الشباب الذين يقودون طبعا مركباتهم. تقول دراسة عالمية في جامعة أوكلاند تقول أن استخدام الهاتف النقال يضاعف 4% من إمكانية وقوع حوادث المرور. وتقول أيضا هذه الدراسة كون الهاتف النقال يشتت الفكر ويذهب في الذهن بعيدا طبعا عن التركيز عن القيادة، تقول أنه يضعف مجال الرؤية الأفقية من 100% إلى 35%. إذن هذه عناصر السلامة المرورية التي يجب أن ننتبه إليها. سلامة الإنسان تتحقق من خلال معرفته بقواعد وأنظمة المرور، صحيح، وبالتالي الالتزام بها. سلامة المركبة تتحقق من خلال تفقد المركبة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها. سلامة الطريق تتحقق من خلال وجود هذا الطريق بمواصفاته العالمية وإجراء الصيانات الدورية اللازمة له، وكل هذا يقع على عاتق الإنسان، فهو أساس المشكلة وهو الحل في نفس الوقت. طبعا وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية لديها لجنة تسمى اللجنة العليا للمرور، يرأسها السيد وزير الداخلية، وتضم طبعا مختلف وزارات الدولة التي لها علاقة وصلة بالمرفق المروري، وتقوم طبعا بإعطاء الدراسات والحلول للمشاكل المرورية في القطر، وأيضا بالدراسات الفنية والبرامج الفنية التي قد تخفف من حوادث السير وتنشر الثقافة المرورية. هذا هو ما يتعلق بمفهوم السلامة المرورية. نعم، يمكن مفهوم السلامة المرورية هو مفهوم واسع، ويمكن في نقاط معينة حتى ما يعني تعطي متشعبة هذه النقاط لنوصل نحن للنتيجة، وهي السلامة المرورية. ومثل ما ذكرت سيادة العميد، الإنسان هو الفاعل الأساسي بأي أكيد فعل يقوم فيه. خلينا نحكي أيضا عن التوعية، حضرتك حطيت نقاط يعني مثل ما بيقولوا نقاط على الحروف، ولكن بيلزمنا كلنا التوعية بهدول القصص والقواعد. تفضل. طبعا هذا يقولنا فعلا بعد السلامة يجب أن نذهب إلى التوعية. التوعية طبعا تعتبر أهم من مصدر من مصادر الحد من الحوادث المرورية. فكلما قمنا بتوعية الإنسان بمختلف فئاته العمرية كلما وصلنا إلى تخفيض وتحديد الحوادث المرورية. التوعية المرورية طبعا وفق كراس أصدرته إدارة المرور تقسم أو لها أنواع. فهناك التوعية الأسرية
والتي تقع على عاتق الآباء والأمهات. فمن المفروض على الأم في الصباح أن توصل الطفل إلى الرصيف وتنتظر باص الروضة حتى يقوم طبعا بإيصاله. ومن المفروض على الأم أن ترافق الطفل وتعلمه كيف يقطع الشارع من إلى أثناء عودة الباص من الروضة وأثناء ذهابه إلى المدرسة وعودته منها. أيضا هناك التوعية المدرسية، وهذا ما يقع على عاتق وزارة التربية عن طريق تخصيص حصص درسية ولو حصة واحدة طبعا في اليوم، وإرسال ضباط من فروع المرور طبعا لإعطاء دروس في التوعية المرورية، دروس في الإرشاد المروري للطلاب حتى نغرس في ذهن أبنائنا مفهوم الثقافة المرورية والإرشاد المروري، حتى عندما يكبروا تكبر معهم هذه القوانين وهذه الثقافة. نعم. أيضا طبعا هناك موضوع أو توعية تسمى التوعية الدينية، وهذا يخص المساجد والكنائس. نعم. في خطب الجمعة والآحاد. وهناك كما تعرفين التوعية الإعلامية، وهي أهم مصادر التوعية المرورية. نعم. لأنها تنتشر بسرعة وتغطي أكبر شريحة من المجتمع، فهي طبعا تعتبر توعية تنتشر على مجال واسع وعلى شرائح طبعا كبيرة من المجتمع. نعم. يعني خلينا نحكي كمان عن دور رجال أو قوى الأمن الداخلي بأوقات الحظر، خاصة أنه نحن خلال تغطيتنا بالإخبارية السورية المباشرة كنا نلاقيهم بكل عقدة شوارع لتنظيم أوقات الحظر، وفعلا رصد المخالفات اللي كانت موجودة، وكنا مع تماس مباشر معكم. وبالفترة الأخيرة من فترة كم يوم كمان ظهر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتعلق عن الدور الإنساني لرجال الشرطة تبرع بالدم لأحد الأطفال كمان. خلينا نحكي عن كل هالمواقف. طبعا كما تعرفين موضوع الحظر بناء على قرار طبعا الفريق الحكومي المعني بالتصدي طبعا لجائحة كورونا، صدرت طبعا توجيهات الفريق الحكومي وكلفت وزارة الداخلية في هذا الموضوع. صدر عن السيد وزير الداخلية طبعا سلسلة من التعاميم التي كلفت الوحدات الشرطية ومنها رجال المرور طبعا والأجهزة المختصة والشرطة العسكرية بموضوع طبعا فرض هذا الحظر وفرض هذه الإجراءات طبعا المتعددة، والتي طبعا بدأت بإيقاف وسائط النقل الجماعي العام والخاص، ومن ثم اتجهنا طبعا إلى منع التنقل بين مراكز المحافظات إلى أن وصلنا إلى الحظر الذي يبدأ من الساعة 7:30. نعم. وينتهي طبعا في الساعة 6:00 صباحا. رجال طبعا قوى الأمن الداخلي على امتداد ساحة الوطن قاموا طبعا بهذه الإجراءات بكفاءة عالية وبروح عالية من المسؤولية، وأيضا بحس وطني عالي، وطبقوا طبعا كل هذه الإجراءات التي نصت عليها تعليمات السيد وزير الداخلية. نعم. يعني دائما زينب نحن اليوم وكل يوم نحرص على السلامة المرورية لضمان سلامة أي شخص. زينب يعني مثل ما بنعرف يوم المرور العالمي كل سنة نحن بنغطي يوم المرور العالمي، قديش مهم يعني أنه خلال التفاصيل اللي أعطانا إياها سيادة العميد أنه ننتبه لها ويكون في عنا وعي. أكيد سالي، وكمان ما بننسى المواقف الإنسانية والاستثنائية لرجال الشرطة بأوقات الحظر، ومثل ما قلنا آخر كان حادثة على مواقع التواصل بالتبرع بالدم لطفل بأوقات الحظر، كمان ما كان في حدا بالشارع فجمعوا بعض وتبرعوا له بالدم. صح.
سيادة العميد، نحن بس اليوم بمناسبة هذا اليوم يمكن نحن تعبناك بالحديث والشرح زيادة، ولكن في رسالة لازم نحن نوصلها لكل اللي عم بيتابعنا اليوم من خلال حضرتك. اليوم شو بتحب توصل رسالة لجميع اللي عم بيتابعنا؟ بدي أذكر بس في أيام الحظر طبعا الذي حكينا عنها تكلمنا عنها منذ قليل، طبعا امتد واجب رجال الأمن أو رجال القوى الأمن الداخلي ورجال المرور، امتد هذا الواجب إلى الحالات الإنسانية المتعددة. فنحن قد لاحظنا على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. كيف أن دورية المرور في ساحة المواساة قد تبرعت بعشرة أكياس من الدم لطفلة مصابة بمرض السرطان عندما استنجدت طبعا والدة الطفلة بهذه الدورية وقام بواجبهم الإنساني النبيل. وأيضا كيف أن ضابط بالمرور في فرع مرور حلب، كيف هذا الضابط طبعا قد أسعف طفلا في الرابعة من عمره إلى أحد المشافي في حلب، وهذا ما لاقى طبعا ارتياحا شعبيا عاما لدى الأخوة المواطنين في حلب ودمشق طبعا. وهذا يؤكد دور رجال الشرطة في الحالة العامة والحياة الاجتماعية ويحقق ويجسد في هذا السلوك شعار الشرطة في خدمة الشعب. يعني دائماً نحن دائماً بنقول إنه رجال قوى الأمن الداخلي ورجال المرور هم أيضاً يعني أساس وجنود أكيد متواجدين بكافة الظروف، في ظروف الحرب وفي الظروف الاستثنائية. بدنا نشكرك كثير سيادة العميد على وجودك معنا. بتحب تفضل بتحب شيء فكرة نوصلها؟ إحنا بنتمنى يكون الوقت أكبر يعني. طبعاً في الختام أقول أن المرور حالة مجتمعية متكاملة أكيد. تتطلب تضافر كل الجهود الأهلية والحكومية في البيت والأسرة والمدرسة والحي والمنظمة والوزارة حتى نصل طبعاً إلى مرور آمن معافى خال من الحوادث خال من الإصابات الجسدية والمادية. فعندنا مقولة شهيرة تقول أن القيادة فن وذوق وأخلاق واحترام القانون وقواعد المرور هو منتهى الذوق والأخلاق في هذا يتجلى احترام الإنسان لنفسه ووطنه ومجتمعه. يقول السيد الرئيس في هذا المجال علينا احترام القانون، ففيه حفاظ على كرامة المواطن من قبل الدولة وعلى كرامة الدولة من قبل المواطن، وفيه ضمان لحريتنا وحرية الآخرين. بالختام سيادة العميد شو بتحب توجه رسالة أو كلمة أخيرة؟ في الختام طبعا أود أن أقول أن المرور حالة مجتمعية متكاملة تتطلب طبعا تضافر كل الجهود الأهلية والحكومية في المدرسة في الحي في الشارع في المنظمة في الوزارة حتى نصل طبعا إلى مرور آمن معافى خال من الحوادث من الإصابات الجسدية والمادية. فالذي نخسره في هذا المجال يجب أن نضعه في موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا يجب أن نخسر شبابنا هنا وهناك. لذلك يجب أن نركز على موضوع التوعية المرورية. يقولون أن القيادة فن وذوق وأخلاق، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن احترام القانون وقواعد المرور وآدابه هو منتهى الذوق والأخلاق، وفي هذا يتجلى احترام الإنسان لنفسه ووطنه ومجتمعه. يقول السيد الرئيس عن موضوع القانون والالتزام علينا احترام القانون، ففيه حفاظ على كرامة المواطن من قبل الدولة وعلى كرامة الدولة من قبل المواطن، وفيه ضمان لحريتنا وحرية الآخرين. في الختام أدعو كل من يشاهدنا في هذا اليوم العالمي للمرور أن يكون عونا لرجل المرور في أداء مهامه، أن يكون صديقا لرجل المرور، أن تسود علاقة الاحترام المتبادل ما بين رجال المرور وكل من يستخدم الطريق. وأوجه التحية طبعا في النهاية عبر هذه المحطة الوطنية التي طبعا نعتز بها إلى كل رجال المرور على امتداد ساحة الوطن، ومن خلالهم إلى رجال قوى الأمن الداخلي الذين ينتشرون على بقاع سورية الحبيبة طبعا في كل حارة وحي، يحمون الممتلكات، ينظمون السير، يساعدون المواطنين. ومن خلال هذا كله أوجه التحية طبعا إلى رجال قواتنا المسلحة، والتحية والإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار باقتراب طبعا عيد الشهداء. و النهاية والختام
حمى الله سوريا جيشا وشعبا وقائدا، وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. كل عام وانت بخير سيادة العميد. كل عام وجميع رجال المرور بكافة الأراضي السورية يعني بألف خير. وأيضا بنرجع بنقول نحن بنفتخر أكيد برجال قوى الأمن الداخلي وبجميع حماة الوطن. أهلا وسهلا فيك. وانت بخير. شكرا لك ولوجودك معنا، وكل عام وكل فرد من قوى الأمن الداخلي بألف خير.